محبتنا صباح الخير ع فلسطين على اللي مجمع الأحباب ع تغريدة أمل وحنين تذكرنا بهالأصحاب في فلسطين هذا الصباح. في أولى فقراتنا نتحدث عن مخيم الشرطي الصغير ومخرجاته. يسعد صباحكم من جديد. نتحدث في هذه الفقرة عن مخرجات مخيم الشرطي الصغير. هذه المخيمات التي تنفذها طبعا الشرطة الفلسطينية مع مجموعة من الشركاء في محافظات عدة، وكذلك تهدف لتوعية المشاركين بالعديد من القضايا المجتمعية الهامة، كذلك بناء جيل واعي بهذه القضايا وبأهمية الشراكة كذلك فرح مع الشرطة للقضاء على الكثير من السلوكيات المجتمعية التي تعد خطيرة في تأثيراتها السلبية بكل تأكيد. إذن خلينا نتعرف على تفاصيل هذا البرنامج التدريبي وأيضا تجارب المشاركين مع ضيوفنا هنا في الاستوديو. رحب بسيادة العقيد أشرف مطلق مدير الاتصال والتواصل في الشرطة الفلسطينية. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. صباحك فرح. يسعد صباحك أخي محمد. صباح الخير. كمان برحب بالأطفال عبد الفتاح الشريف وندى قاسم، أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك. أهلا وسهلا. سيادة العقيد، بداية نتحدث عن مخيمات الشرطي الصغير لهذا العام، ما الجديد فيها وما المميز؟ طبعا ليس هذه النسخة الأولى من هذه المخيمات. بالتأكيد مرة أخرى يسعد صباحكم، يسعد صباح جميع مشاهدي تلفزيون فلسطين، وصباح الخير لزملائي الشرطة الصغار بهذه الوجوه المبتسمة بهذا الزي الشرطي الجميل والمميز والذي هو جزء من سيادتنا وهويتنا الوطنية. نتحدث عن مخيمات الشرطي الصغير. في هذا العام لدينا 11 مخيم شرطي صغير في جميع المحافظات بواقع 620 مشارك في هذه المخيمات. تعقد هذه المخيمات بالشراكة مع شريكنا الأساسي والداعم اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية. بالتأكيد الفئة العمرية التي تعمل وفقها اللجنة الوطنية هي من فئة 12 عام فما أقل، فما دون يعني هذه هي الفئة العمرية للمخيمات الصيفية، وتأتي ضمن سياسة واستراتيجية الشرطة بالتواصل مع كل قطاعات المجتمع المحلي والانفتاح والشراكة معها، وتهدف إلى عدة أهداف وعلى رأسها تعزيز هذه العلاقة ما بين رجل الشرطة والأطفال. كنا بالسابق محمد نتحدث عن كسر الحاجز مع الأطفال، لكن اليوم بعد مرور هذا الوقت لا، نتحدث عن تعزيز هذه العلاقة، لأنه العمل الشرطي وخاصة المجتمعي هو عمل مستمر على مدار العام. ليس عمل موسمي في هذه الأنشطة، بل هو عمل مستمر، وبالتالي اللي نتحدث عن تعزيز هذه العلاقة. أضف إلى ذلك العديد من الأهداف وعلى رأسها تعزيز هؤلاء الأطفال بالمحاضرات التوعوية والتثقيفية وتدريبهم وتمكينهم من ممارسة بعض الحياة العسكرية، من الانضباط الذي يبدأ من الطابور، الوقوف الصحيح والسليم للسلام الوطني الفلسطيني ورفع العلم الفلسطيني. أضف إلى ذلك الزوايا الأخرى في تلك المخيمات من زوايا ترفيهية ودبكة، وإطلاع هؤلاء الأطفال على طبيعة عمل الشرطة والخدمات الكثيرة، الخدمات الوطنية والخدماتية التي تقدمها الشرطة الفلسطينية، وإطلاعهم على كل أقسام الشرطة، ولا يخلو من الحفلات ولا يخلو من الزيارات الترفيهية لمنتجعات ومؤسسات أخرى وزيارات بلديات ولقاء محافظين وغيرها من الفعاليات التي يمكن يعني زملائي يتحدثوا فيها بتفصيل أكثر. أنا بدي أسأل عبد الفتاح، لأنه شايفته موافق على كلامك، كان عم بهز براسه وانت تحكي. عبد الفتاح، بدنا نعرف وراء هالزي الشرطي الجميل عن التجربة أكثر، احكي لنا شو الأشياء اللي تعلمتها خلال هالبرنامج التدريبي، وين شفت حالك بأكثر من فعالية، يعني ممكن منجذب لنوع معين أو لجانب معين من عمل الشرطة، احكي لنا أكثر. أوكي، في البداية تعلمنا عن الانضباط أول إشي، عشان اللهم صل على محمد، بدنا ننضبط عشان نتعلم. بعدين تلقينا محاضرات كثيرة، تلقينا تدريب عسكري. من المحاضرات اللي تلقيناها عن المخدرات، عن مخاطر الانترنت،
عن كيف نقطع الشارع، عن نزول المركبة والصعود إليها وإلى ذلك وإلى آخره. شرطي متحدث. شرطي متحدث، وأنا برأيي إنه هو اكتسب مهارة أيضا نقل الخبرات والمعلومات اللي هو تعلمها يعني في طريقة الحديث والشرح. طيب ندى، خلينا نحكي عن في مجموعة أكيد من القضايا اللي جهاز الشرطة بيعمل عليها، احكي لنا عن أكثر القضايا اللي أنت شفتيها فعلا مهمة، مهم عن جد نركز عليها، ودوركم أنتوا كمان جيلكم أنه توعوا زملائكم وكل الجيل اللي أنتوا بتتعاملوا معه، سواء في البيت، سواء من الأقارب، العائلة، في الحي اللي أنتوا موجودين فيه. كان من أهم الأعمال الشرطة هي كان في بيحاولوا أنه يعملوا على ضبط المخدرات كمان، التوعية عن الألعاب الخطيرة اللي عم بتصير هلأ. صار في أكثر من خواطر لهالمشكلات هاي، كمان أخذنا فيها التجربة، تعلمنا كيف أنه بتصير سلام على الطريق، نزلنا على الطريق وصلنا نوعي الطلاب كيف بيكون السلام على الطريق، جربنا هاي التجربة، وجد كانت تجربة كثير ممتعة في الشرطة الصغير. يعني النتائج واضحة على أطفالنا من هالمخيم. هون بدي أرجع لعندك سيادة العقيد، نحكي قليلا عن هذا البرنامج التدريبي. صحيح استهداف فئة الأطفال هو الأهم بنشر هالثقافة والوعي في المجتمع، ولكن أيضا في جانب آخر كان من خلال هذا البرنامج، وهو استهدافكم للمناطق القريبة من العاصمة، بالتالي إحنا نتحدث عن مناطق زاروها الأطفال قريبة من جدار الفصل العنصري. وهون بحد ذاته في رسالة كبيرة ممكن أن نوجهها لأطفالنا ونوعيهم تجاهها، احكي لنا تحديدا عن هاي التجربة. يعني فرح بالنسبة لشرطة الصغيرة تحديدا في مناطق القدس، يعني كان من أكثر التجارب يعني تشويقا وأيضا ألما وحزنا بأن يقف هؤلاء الأطفال على مقربة من القدس ولا يستطيع أن يدخل القدس، كان قرب الجدار، جدار الفصل العنصري. وإذا رأيتم الصور يعني التذكارية التي أخذها طلاب الشرطة الصغير، وخلفهم تظهر قبة الصخرة، وخلفهم يظهر جدار الفصل العنصري، ويرفعون علم فلسطين وذاك الحلم للشهيد القائد ياسر عرفات بأن يرفع الطفل أو زهر علم فلسطين على أسوار القدس ومآذنها وكنائسها، لكن الاحتلال الغاشم الذي يحول دون وصولنا للقدس ودون ممارسة هؤلاء الأطفال بحق بالدخول إلى عاصمتنا الأبدية القدس. ليس فقط في نتحدث فقط عن مخيم الشرطة الصغير في ضواعي القدس، لكل مخيم في مناطقه كان له خصوصية وكانت لهم تجربة رائعة وجميلة. إذا تحدثنا مثلا ليس فقط يعني عن ضواعي القدس، الخليل مثلا كان لهم تجربة ممتازة مع الشرطة الصغير هناك مع وحدة الكلاب البوليسية الكيناين، تفاعلوا ويعني لدينا كلاب مدربة، تفاعل الأطفال مع الكلاب البوليسية وتعامل معهم كأنهم فعلا الشرطة مسؤولين عن تلك الكلاب البوليسية. إذا تحدثنا مثلا عن طول كرم ولقائهم مع عطوفة المحافظ هناك والأمور الكثيرة التي طرحها الأطفال على عطوفة المحافظ في التي تهم الشأن العام هنا في رام الله في الافتتاح مع الدكتورة ليلى ومع اللجنة الوطنية مع السيدة ميسون حجة، واستمعت إلى الأطفال أيضا في العزرية، وسأترك المجال عبد الفتاح لمحاورتهم لرئيس البلدية وما حصل هناك. وكل المخيمات بالمناسبة يعني كان لها يعني أشياء خاصة بها غير التعليمات العامة للمخيمات المتعلقة بالتوعية والتثقيف والزوايا الأخرى، كل مخيم حسب المنطقة التي كان فيها. طيب عبد الفتاح، يعني بصراحة حبيت أسمع تجربتك في حوارك مع رئيس البلدية في العزرية. بصراحة هو استمع إلينا بإنصاف في البداية، استمع لمطالبنا إيش بدنا إحنا بالأساس وإيش بده الشعب من بلدية العزرية. إيش كانت المطالب؟ كان عدة مطالب، في بعض المناطق في العزرية ما بيوصلهم الماء إلا يوم أو يومين في الأسبوع، صحيح، ومرات ما بيجيها أصلاً في الأسبوع، فبيطلبوا إنه ما تنقطعش المي، هذا أول شيء. وفي ناس اللي طلبوا إشارات مرور وخطوط المشاة، هذا. وإحنا انتبهنا على إنه في كتير من الناس
اللي طلبوا قصة خطوط المشاة. وغير هيك انه ساعدنا في انه نكسر حاجز بين انه احنا كلنا سواسية. هناك حسنا كأنه احنا عن جد روسة وقاعدين نحكي معها صراحة. كانت تجربة من احسن التجارب اللي جميل مضيناها. شكلوا مجلس استشاري اعتقد من الاطفال للمتابعة مع البلدية. هذا مهم جدا. ما يختاروش الطلاب. احنا بانتظار اختياركم رح نتابع معكم هذا الموضوع اكيد. ندى بتشوفي مهنة الشرطي مهنة سهلة او صعبة؟ وبناء على شو قيمتيها؟ هلا مهنة الشرطي مهنة صعبة الصراحة. يعني هم بحاولوا على حماية جميع البلد، حماية جميع المواطنين. طبعا الصراحة مهنة صعبة، قيمتها بحاولوا انه يحموا جميع الشعب من الاضرار والاشياء اللي بتصير. يعني لما زرنا المديرية وشفنا كيف بيطلقوا الاتصالات، يعني جدا عمل كتير صعب. رحنا كمان على الشرطة الخاصة اللي بتقع في بتونيا، شفنا ما هو شو أنواع لبسهم، فرجونا لبستين لشو هاي اللبسة لشو يستخدموها، كمان اللبسة الثانية فرجونا لشو بيستخدموها. طبعا حكونا شو هم عملهم. طبعا هم عملهم الأعمال اللي أصعب من الشرطة نفسها، هو شرطة خاصة. طبعا أنا صراحة لما أقيمها كمهنة كتير صعبة وما بيتحملوها غير ذوي الهمم. ما كنتيش متوقع إنها هيك؟ لا قبل هاي التجربة؟ لا 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 صراحة لا. كنت متوقع إنها أسهل ممكن من هيك؟ يعني أسهل بشوي. لا طبعا. بس هي فاقت توقعاتي. يعني مدام شفنا وتعايشنا مع الأوضاع، تعايشنا ككلية عسكرية، أخذنا التدريب العسكري، كان كل صباح عنا التحية العسكرية للسلام الوطني. بعديها ببلش عنا التدريب العسكري، كنا نأخذ التدريب العسكري كأنه كنا بالكلية العسكرية. بعدين منروح القاعات، منروح الزوايا، منأخذ كأكثر من محاضرات لتثقيفنا إحنا الجيل إن شاء الله الجديد اللي بيكون في ان شاء الله كمان في حمايه هذا الوطن ان شاء الله. يعني احنا سعيدين جدا بهذا الكلام. لدينا عسكريين مستقبليين جاهزين. الحمد لله. يعني من هون بدنا نحكي شوي عن هالثقافه اللي عم نحاول نزرعها في المجتمع، قديش مهم فعلا بانه اي فكره بدنا نحاول انه ننميها في مجتمعنا نبدا فيها من اطفالنا من صغارنا، لانه هم بحملين هالرساله وبالمستقبل يمكن انه يطبقوها. قديش مهم فعلا لمست من خلال هاي التجربه انه الاطفال عم بفرضوا هاي الافكار والقيم والمبادئ الصحيحة في مجتمعهم، في بيئتهم، في دائرتهم، سواء الصغيرة أو حتى الكبيرة، لحتى شوي نلتزم بالقوانين. يعني اسمحي لي أقتبس من حديث السيد اللواء حازم عطلة مدير عام الشرطة، اللي دائما بقول ركزوا على الأطفال، فهذول هم قادة المستقبل. شو بتزرعوا وشو بنزرع في نفوس هاي الأطفال، شو بندربهم، راح يكون هيك شكل الوطن. وبالتالي يعني برجعنا للسياسة الحكيمة اللي بتنتهجها قيادة الشرطة في التركيز على الأطفال منذ نعومة الأظافر. اليوم احنا بنحكي عن شيء جديد في الشرطة، وهو الشرطة المجتمعية. يعني هذا الفكر وهذا النهج التي بتنتهجه الشرطة الفلسطينية باتجاه المجتمع والانفتاح المجتمعي، يعني يجعلنا ننطلق بلا حدود، وهذا لربما بيكون في شوية ضغط وجهد إضافي على إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة باتجاه الأنشطة المجتمعية والانفتاح المجتمعي، وبالتالي هذا بحاجة إلى طاقات كبيرة وتعزيز هذه الطاقات من أجل الوصول إلى ذلك. الأطفال بالتأكيد هم أهم فئة نركز عليها من خلال المدارس، شريكنا الأساسي وزارة التربية والتعليم، من خلال المخيمات الصيفية وشريكنا الأساسي والداعم دائما اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية. وبصراحة يعني تجربتنا مع اللجنة الوطنية هي مش أول سنة، وفي كل عام يعني بتتطور أكثر. لديهم طواقم، لديهم عمل مهني، لديهم شفافية، لديهم اهتمام كبير، متابعة ميدانية، فبالتالي لدينا شركاء يساندونا ويساعدونا في هذه المهمة، وبالتالي نستطيع إنجازها على خير وجه. حلو. طيب سيادة العقيد، يعني كيف بتقرأ ردود الأفعال اللي بتيجي من خلال ممكن أهالي الطلاب، أهالي الأطفال، الناس كيف بتلتقوا فيهم يعني كأفراد مختلفين من طبعا جهاز الشرطة على مدار عدة أعوام؟ يعني مخيم الشرطة الصغير كان ينفذ، هذه النتائج الملموسة ممكن من خلال سفراء الشرطة الفلسطينية اللي هم اليوم سفراء، وحقيقة أنا شعرت بالمسؤولية المجتمعية اللي موجودة عندهم.
كيف بكون تطبيقها وأثرها ما بين التعاملات اليومية؟ يعني ضمن الإمكانيات المتاحة وضمن الخطة والترتيب مع اللجنة الوطنية كان مقر أنه كل مخيم يكون 50، بالتالي في 11 محافظة بنحكي عن 550. زاد العدد ل 620 يعني لأنه زملائي ويعطيهم ألف عافية مدراء العلاقات العامة لهم في الشرطة مدراء المخيمات. يعني لما يجي الطفل أمام المخيم لمدة يومين ومش عارف يدخل فكانوا يستوعبوا البعض فيهم ويدخلوهم. هناك إقبال كبير من الأهالي، هناك عتب علينا ونعتذر للناس إنه ما تمكننا نأخذ كل أولادهم. يعني هناك حالة الناس بتشعر فيها إنه هذا المخيم التخصصي مخيم الشرطة الصغير له خصوصية وبنحب بنحط أولادنا في هذه المخيمات، لكن نأمل إنه في السنوات القادمة بدل 550 يصيروا 1000 ويصيروا 2000 ضمن الإمكانيات المتاحة. بعتقد يعني مخيمات الشرطة الصغير بمخرجاتها بالأطفال اللي بتحدثوا مع زملائهم في المدارس لأهاليهم وصلت الرسالة والناس كلها حابة تيجي تشارك في هذا المخيم، لكن ضمن الإمكانيات لازم نفتح الباب بصراحة. يعني بيجينا 10,000 ولسه منقول ما استقبلنا ناس. جميل جدا هذا الكلام. بدي أرجع لعبد الفتاح. عبد الفتاح، بعد هالتجربة المهمة اللي خطوها، لأي مدى بتشعر بأنه في عليك مسؤولية أنك تنقل كل إشي تعلمته كل إشي جربته، هالقوانين الصح، هالقوانين اللي بتحافظ على سلامة المواطنين، لأصدقائك، لعائلتك، لكل من هم حولك؟ وقديش مهم كمان أنه الناس فعلا تلزم بالقوانين من داخلها بعيدا عن الرادع القانوني اللي هو وجود الشرطة في الشارع لحتى نسهل ونحافظ على حياتنا. في البداية نيجي نحكي إيش أهميتها. أهمية القوانين هي حمايتنا بشكل أساسي. الشرطة بتشتغل عشان المواطن بشكل أساسي برضو. الشرطة عملها هي حماية المواطن. هذا هو اختصار. القوانين وضعت عشان ما تنكسرش، عشان المواطن يلتزم فيها عشان يحافظ على حياته. جميل. أهمية إنه يلتزم الواحد منه لنفسه في القوانين هي حفاظ على حياته. القوانين مش عشان تيجي وتضايقك، القوانين جاي عشان تحافظ على حياتك انت. رح تنقل هاي الفكرة لكل اللي حواليك؟ نعم صحيح، بحاول اني انقل هاي الفكرة لاخواتي في البداية، امي وابوي، بعدين بنتقل لمجتمعك، اصدقائي، سيدتي وسيدي، اولاد عمامي، اولاد اخوالي، وما الى ذلك. حلو، جميل جدا. هذا رسالتك للمجتمع، لكل الناس اللي عم بيشوفونا. طبعا بعد مشاركتك واطلاعك على الكثير من القضايا الحساسة في المجتمع اللي لازم نحط لها حد، رسالتي للمجتمع انه جد الشرطة كتير بتتعب. انتو يعني بجوز مفكرين عمل الشرطة سهل مثل ما انا كنت اخذي فكرة سيئة، لا بس جد عمل الشرطة كتير صعب. مثل ما قال هون زميلنا عن القوانين، في ناس مفكرة القوانين إشي سيء في الحياة، إشي جدا صعب إننا نلتزم فيه، بس بعد ما شفنا إنه تطبيق القوانين جدا إنه بيساهم في حمايتنا إحنا لحياتنا، وقد ما كنا خايفين على حياتنا لازم نطبق هالقوانين. في هذا المخيم عملوا الشرطة على ترسيخ القوانين في دهوننا عشان نعرف لشو القوانين. حاولنا نطبق القوانين لما نزلنا على الشارع، شفنا إذا ما طبقنا القوانين ممكن نعرض يعني بثانية حياتنا للخطر. طبعا يعني جدا 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 عمل الشرطة مثل ما قلت كتير صعب. فرسالتي للجميع الشعب، الشرطة في حماية الشعب وليس ضد حماية الشعب. وهذا أنا جد فكرة بحاول أوصلها. هاي رسالة جدا مهمة وإحنا شخصيا مقتنعين فيها لأن إحنا مواكبين عمل الشرطة فعليا. بنشكركم على وجودكم معنا. بدي أشكر جهاز الشرطة على هالتجربة الرائعة، على نشر هالثقافة وهالوعي في فكر أطفالنا. وبدي وعد منكم ندى وعبد الفتاح إنه نضلنا ننشر هالرسالة المهمة جدا ونوعي بأهمية القوانين وبعمل جهاز الشرطة. وهي تحية صباحية خاصة لجميع أفراد وعناصر وضباط الشرطة الفلسطينية. شكرا جزيلا سيادة العقيد أشرف مطلق، مدير الاتصال والتواصل في الشرطة، وعبد الفتاح الشريف شرطي المستقبل، ونادى قاسم أيضا شرطية المستقبل. يسعد صباحكم. يسعد صباحكم. يسعد صباحكم. مشاعر فخر كبيرة حقيقة فيكم، فرح أكيد مشوار.